السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتنا. هنشرح برنامج وير هاوس سيستم، برنامج مخازن مبيعات مشتريات، في تقارير وفي برنامج حسابات جواه، تقدر تعمل جرد مخزن. كل برنامج اهم ميزة فيه ان هو بيشتغل من غير انترنت، بيعتمد على قاعدة بيانات اسمها SQLite، بتشتغل على موبايلات على تليفون محمول. ما تنسوش اخوانا، قبل ما نشرح دلوقتي حالا، ما تنسوش بعد ما تحمل برنامج مساحته صغيرة جدا، تكتبوا لنا تعليقات في على التطبيق بتاعنا. عايزين نعرف رأيكم في التطبيق بتاعنا ده، مناسب لك ولا لا، يعني ايه اللي انت ابديت محتاجه تعمل في برنامج، واحنا ننزل نعمل فيرجن جديد وندعم اي ميزه جديده انت عايزها. خلينا نخش في الموضوع. احنا هنفتح بقى، اول ما نفتح البرنامج دعم مسطبه دخول، في انا ماشي بخطوات معينه، عايزك تتبع الخطوات دي عشان تقدر تسجل صنف، عشان اعمل عمليات، ادوس عمليات عشان اسجل فاتوره مبيعات او فاتوره مشتريات. فلازم اختار اسم مورد طبعا او اسم عميل، ولازم ادخل الاصناف. البرنامج فيه جزء بتاع تقارير، تقدر تشوف تقارير مصروفات وايرادات، كل ده هنشرحه دلوقتي حالا. بس خلينا نشوف بالترتيب. اول حاجة الرئيسية بتاعتنا الاصناف بتاعتي، انشاء مجموعة اصناف. مثلا هقول مثلا وليكن انا هشتغل في سوبر ماركت، اقول مثلا مأكولات. انا ليه هكتب كلمة مأكولات؟ عشان المأكولات هيندرج تحتيها حاجات كتيرة جدا، الى كل ما يخصص بالاكل. مأكولات مثلا، عايز تزود خروج، مثلا صنف مأكولات مثلا بيتزا، وليكن انا بشتغل بيتزا. على فكرة مش شرط تكون عندك سوبر ماركت او مطعم، انت ممكن تكون بتشتغل اونلاين، بس محتاج سيستم ينظم لك المخزون بتاعك. انا مثلا عندي 10 اصناف من بيتزا، بعت 9 او بعت 8، المفروض بقى لي قد ايه؟ هو ده ميزة البرنامج، بيطلع تقارير مفصلة، مش شرط بمطعم وبيتزا، اي مخزون عندك، اي بضاعة لازم تحصل ليها، لازم تعمل ليها جارد حصري. البرنامج مجانا، احنا الدخل بتاعنا بيعتمد من خلال اعلان حضرتك بتشوفه في بداية البرنامج. ندوس على حفظ لو قبل الاسم مجموعة، لا انا لو عايز احذف حاجة ادوس عليها كده، ادوس الحذف، بس انا مش عايز اعمل حذف. خروج، انشاء صنف جديد مثلا، لازم اختار من اسم المجموعة مأكولات، هكتب مثلا بيتزا. البيتزا انا حاطط الرينج بتاعي، انا هبيعها مثلا ب500 جنيه، وانا هشتريها من مورد. لو انا عايز اعرف السعر اللي هشتريه، بل لو مش عارف السعر خلاص ادوس مثلا، انا شفت مثلا اكيد ب400، وادوس الحفظ. لو عايز اعمل عرض الاصناف مثلا، هشوف ان انا عندي بيتزا، ده الاصناف اللي داخلها. لو عايز اعمل عمليات تانية ادوس على العمليات، ادخل مثلا انا عايز في مردودات مبيعات، لو في موظف عميل عايز يرجع لي بضاعه، وفي مشتريات، يعني نيجي برضو نفس العكس. خلينا نشوف عملاء موردين. مثلا انشاء عميل محمد، لما ادوس على عرض العملاء ممكن ادوس على العميل بتاعي، ممكن اعمله تعديل او الغاء امر او حذف. ادوس على عمليات مبيعات بتاعتي، بختار الاسم العميل بتاعي مثلا محمد، هعمل فاتورة جديدة، اختار هنا اسم مأكولات، هيندرج منها تحت منها حاجات كتير جدا، مثلا وليكن بيتزا، هبيع له قطعتين طبعا، 2 في 5 بـ1000. عندي اصناف تانية عايز ابيعها مثلا، وليكن في صنف تاني اخر، وبعد كده عايز اعمل له حفظ، ادوس على حفظ. هنا اجمالي الدفع، اجمالي السعر 15 جنيه، 1500 جنيه، تم الدفع 1500. والله ممكن الراجل عايز يدفع بس مثلا 500، المتبقي 1000. والله عايز اعمله ديسكاونت مثلا 5%، قيمة الخصم هيكون 25 جنيه، المبلغ مطلوب 475 جنيه، حفظ. دي طبعا شكل الفاتورة، ممكن ادوس عليها كده، ممكن اعمل تعديل، ممكن ادوس على تفاصيل، ادوس على تفاصيل تبتدي يطلع لي تفاصيل. الغاء امر عايز حذف، زي ما عايز خروج. الحسابات بقى، اساس بتاع الحسابات، لو جيت اشوف اساس الحسابات بيقول لي اجمالي الايرادات وصافي الربح،
ايه ده الايرادات دي منين؟ الايرادات دي فلوس بتاعتي اللي دخلت عندي الخزنه بتاعتي. لما اجي ادوس على الخزنه هنا هيقول لي هنا تفاصيل ان هي سيلز اللي هي الحاجات مبيعات اللي انا بعتها. عايز ازود ايرادات تانية ازود، مش عايز خلاص. لو عايز ازود مصروفات مثلا زي ما عايز وهكذا يعني. خلينا بقى نشوف التقارير بتاعتي. مثلا انت عندي تقارير ارباح وخسائر. مثلا عايز تقرير الخاصة مختار هنا شهر ويوم وسنة، ادوس على بحث. ده الارباح والخسائر بتاعتي، اجمالي ايرادات، اجمالي كذا كذا كذا. عايز اتأكد برضو معلومة ممكن ادخل مثلا اروح عند قسم الحسابات من ناحية سوري رئيسية الحسابات بتاعتي. عايز اضيف اروح عند مثلا انشاء عناصر، نوع مصروفات مثلا ايجار مقر. اروح عند الخزينة بتاعتي اختار هنا نوع مصروفات ايجار مقر مثلا 1000 جنيه. خروج مثلا تقارير، في تقارير مصروفات او ايرادات مثلا. لو عايز تدوس تقارير مصروفات بس، اجمالي تقارير مصروفات مع الفترة من والى يعني. تقارير مبيعات بس، تقارير ارباح وخسائر من والى برضه نفس الحكاية. هنا يعني كل ده، هنا في مبيعات، في ايجار مقر، اجمالي المبيعات. عايز هنا بقى ايه تطبعها، تدوس على هنا كده حجم ورقة، شوف ورقة حجم الناس بتاعك عايز تطبع على شكل ايه. لازم يكون مسطب البرينتر، الطبعة، سوفت وير الخاص بالطبعة الخاص بالموبايل بتاعك. يعني مثلا سامسونج ليه سوفت وير خاص بيه، لو انت مثلا هواوي ليه سوفت وير بتاع الطباعة. وبعدين تشبك بقى الموبايل بتاعك بالطبعة اللي عندك سواء على كمبيوتر او اكسترنال، وبعدين هتطبع لك الشيتات بره. عايزين رأيكم في برنامج. انا المهندس محمد فايد، لأي طلبات واي استفسارات تجارية تواصلوا معنا. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.